حياكم الله مجددا مشاهدينا في فقرة حديثنا. معنا ضيفة حلقتنا لهذا اليوم الإعلامية زينب الزبيدي. أهلا ومرحبا بك يا ست زينب. أهلا وسهلا ست ليلى وست نهاون. طبعا أنا جدا أتشرف بوجودي هنا أنا ضمن فقرة برنامج صباح كربلاء وإن شاء الله موفقين يا رب. أهلا ومرحبا بك يا ست. وخلينا بداية نتحدث عن موضوع الإعلام البديل في عصر الإنترنت. خلينا نعرف بالبداية ما هو مفهوم الإعلام البديل وكيف يختلف عن الإعلام التقليدي المسبقا، كيف كان الإعلام فيما قبل وكيف استحدث اليوم. تفضلي. الإعلام البديل هو نمط إعلامي جديد في الآونة الأخيرة بدأ ينتشر، يعني بحرية أكثر. يعني نلاحظ أنه إحنا بالمؤسسات الإعلامية ممكن أكو فد سياسة للقنوات، للإذاعات، للصحف، لكن هنا الشخص يقدر يعبر بسهولة عن آرائه. ممكن حتى نمط حديثه راح يكون أكثر سلاسة وأكثر قرب من المتابعين، لأنه رواد منصات التواصل الاجتماعي هم يعني ايضا من الفئات البسيطه الى الفئات طبقتها عاليه من المجتمع. فهنا هي اصلا منصات التواصل تتطلب مني انه انا اكون اقرب الى الجمهور. اما الاعلام بصوره عامه المتعارف عليه هو المرئي والمقروء والمسموع، يعني مثل ما نعرف انه هو الصحف والاذاعات والتلفاز. لكن نلاحظ هسه بالآونة الأخيرة حتى هذه الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزيونية أصبحت تدخل في هذه المنصات في الإعلام الرقمي، لأن الكثير هم يتابعون القنوات، لكن اليوم رواد المنصات هم أكثر، قد يكون أكثر تفاعل أيضا وأكثر تفاعل. وحتى من الجميل أنه نلاحظ هم يقترحون أنه طرحوا علينا هاي الحلقة، تكلموا عن هذا الموضوع. فيعني هو إعلام جدا مهم. نعم. وهو سلاح ذو حدين، يعني اليوم أكو فت خطورة نوعا ما. شنو هو بالتحديد؟ يعني أنت ذكرتي أنه الإعلام العام قد يتخلل الإعلام الرقمي. نعم. ما هو الإعلام الرقمي؟ شنو اللي يتناوله بالضبط؟ الإعلام الرقمي يعني حسب كل منصة لها فد نمط معين أنه لازم واحد ينشر به. مثلا إحنا نعرف أنه اليوتيوب تحبذ الفيديوهات الطويلة، لكن بالآونة الأخيرة ظلوا يسوون مثل الفيديوهات القصيرة الشورت. نعم. مثلا التيك توك لفد وقت معين انه انت تنزلين بيه فيديوهات مثلا 20 دقيقة كذا. مثلا الانستغرام في بنمط معين، هذا كله يتبع الخوارزميات. كل منصة لها فد خوارزميات معينة. يعني اليوم مثلا من واحد ينشر بالفيسبوك ما يصير انه هو ينشر نفس النمط بالانستغرام. نعم. او بالتيك توك. نعم. هاي المنصات يعني كل منصة لها خوارزمية، لها فت قواعد معينة. وأيضا لها أسلوبها وإتيكيتها الخاص طبعا. نعم. بالتعامل. نعم. مع المشتركين. يعني سي زينب عفوا على مقاطعتك، يعني احنا بدينا الحديث صراحة حول الإعلام البديل والوسائل الإعلام. طبعا هي منذ القدم موجودة، لكن بدأت الاستحداثات وأنه تتطور شيئا فشيئا. لو أردنا أن نتحدث عن مسألة الإعلام الرقمي اللي تفضلتم به، اللي هو يعتبر كوسائل إلكترونية حديثة بديلة عن المسألة الورقية، يعني قد تكون أنه حتى الصحافة قبل أنه أو ورقية، اليوم حتى استحدثت بعض من الأقسام الجامعات والكليات الصحافة الإلكترونية. طيب تجدون أنه من الأهمية اليوم الإعلامي الأصيل والإعلام المحترف لابد أن يطور نفسه، لأنه شاهد اليوم المتلقي سواء كان عبر المنصات المواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية بصورة عامة أصبح يمتلك حرفية حتى بالتعامل مع وسائل الإعلام، فكيف ما يكون أنه الإعلامي بحد ذاته؟ نعم. أول شيء إحنا ننوه على شغلة، أنه هاي المنصات بها فئتين. فئة ان الشخص العادي اللي هو يمسك تليفونه ويجي ينشر قضية او خبر ما، وهذا انسان يعني خلينا نقول عادي وما له علاقة بالاعلام. نعم. اما الفئة الثانية والقسم الثاني هم الاعلاميين نفسهم. بس الجمهور هو ظل ما يميز انه هذا اعلامي او لا. هنا بدور الاعلامي انه هو يبرز نفسه، يمتلك مقومات معينة، يبين نفسه انه اني هاي المعلومات اللي جاي اجيبها عن دراسة عن بحث، ينتبه للاخبار، يعني مو يتسرع بنشر الاخبار. يعني هو موضوع مهم
يعني لأنه إحنا ما ننطي الفرصة للأشخاص اللي غير يعني مهتمين وغير دارسين بمجال الإعلام إنه هم اللي يتصدرون. لا، لازم الإعلامي نفسه هو اللي يتصدر هاي المنصات ويطور نفسه وينشر قضايا مختلفة يعني في هاي المنصات حتى تخدم الجمهور وحتى الجمهور لا يتشتت ويروح يتابع أشخاص آخرين هم يعني أصحاب محتوى غير نافع. نعم أحسنتي. أكو بعض التحديات اللي تواجهك كإعلامية في الإعلام البديل اليوم أو الإعلام في عصر الإنترنت، ما هي التحديات اللي ممكن يعني تواجهكم في مجال العمل؟ بخصوص هاي المنصات يعني إحنا نلاحظ أنه تغيير مستمر للخوارزميات، كل منصة بها فت خوارزميات معينة وتتغير. بالإضافة لذلك إحنا كلنا يعني حتى الأشخاص اللي هم غير إعلاميين لاحظوا أنه هاي المنصات تفرض قيود على نشر معين. يعني هي هاي المنصات أصبحت أنه تخلينا ننشر الشيء اللي يعجبها. يعني اليوم إذا هي مثلاً شخصيات وقادة معين لا ترغب تحذف هذا الستوري أو هذا المنشور، وهذا صراحة الحساب. تبقى يعني زينب أنه أكيد تبقى على حرفية وذكاء الشخص الإعلامي اللي يصدر اليوم مواقع التواصل الاجتماعي عنده رسالة يعني وأهداف سامية لابد من نشرها، خصوصا بعض من الإشاعات بعض من الفتن اليوم اللي تشهدها طبعا مجتمعاتنا، لابد أنه ينطرئيه وينقل طبعا رسالته. فإذا ما كان هو واعي بمسألة الخوارزميات وغيرها ولا يعرف أنه كيف يدير الحديث أكيد أنه راح يقع بمطبات، ومثل ما نشاهد طبعا بالمرحلة اللي نعيشها يعني سياسة بعض من التطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي تفرض على المستخدمين والمشتركين فسياسة معينة ترى هي طبعا المحببة لديها. يعني هي هاي المنصات بالرغم من أنه إحنا نشاهد بها حرية التعبير ونقدر ننشر هاي، بس أنه ممكن إحنا أغلبنا نصدم بهاي الآونة الأخيرة بالأزمات اللي مرت بها البلدان المنكوبة إنه إحنا نشرنا تفاعلنا طرقنا للسياسة أيضا، هنا هي فرضت قيود، هذا الاسم هذا الرمز ما يصير أنت تتكلم عنه، تحذف تقيد الحساب. يعني حتى كانها مسيسة يعني من قبل جهات أكيد خاصة، لكن اليوم بدأوا أنه التلاعب بالأحرف وعدم ذكر الأحرف واستخدام الرموز بديل هذا ممكن أنه ينفع في نشر المحتوى اللي نريده من غير أن تقرأ الخوارزميات. هناك تحدي آخر اللي هو عدم وصول الإنترنت إلى المناطق النائية أو الأشخاص اللي ما عندهم يعني القدرة أو الإمكانية في الحصول على الإنترنت ومواكبة الإعلام البديل. هنا كيف ممكن أنه تلعب منصات الرقمية في أو الإعلام البديل في أن يصل إلى هذه الشريحة؟ إحنا بدت يعني حسب متابعتي وحسب وجهة نظري أنه هذا الإعلام بدأ يقوى بفترة جائحة كورونا. أصبحوا الكثير من المستخدمين حتى اللي هم مو رواد منصات أنه مجبرين أنه يتعاملون مع هذه المنصات وهذه التطبيقات لكون أنه يعني أبنائهم في المدارس والتعليم الإلكتروني لابد ينصر. فلابد أنه يدخلون لهذه المنصات، حتى الكثير أنه خصص في جهاز معين للدراسة لأبنائه. فاليوم حتى اللي يعني في منطقة نائية منطقة نائية ومصدر دخله بسيط ويادوب انه يحصل على لقمة عيشة، اصبح وجود الانترنت مهم، لان يعني مثلا طلاب الجامعات يحتاجونه بالبحوث بالترجمة، اصحاب الدراسات، حتى الاطفال. يعني اليوم الاب والام اذا كانوا ما دارسين وما واصلين مستوى عالي من الدراسة ما يقدرون يدرسون ابنائهم. فممكن عن طريق اليوتيوب وشرح الاساتذة راح يفهمون ابنائهم، فاصبحوا الاشخاص يعني يسعون الى توفير الانترنت. حتى اليوم الشخص اذا يعني ما قدر انه هو يوفر الانترنت ممكن تشوفين الام تروح لجيرانهم او اقاربهم حتى ضروره يعني الانترنت في واقع الحياه. احسنتم استاذ زينب، طبعا نشكركم الشكر الجزيل وان شاء الله لنا معكم لقاء اخر بخصوص بعض من المصطلحات الاعلاميه اليوم اللي صراحه نقول ليس فقط العنصر الاعلامي عليه انه يعي اهميتها، حتى انه مثل ما ذكرتم الاهالي او قد يكون انه عامه الناس المهتمين بعض من الاخبار المهمه. شكرا جزيلا لحضوركم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. حياكم الله.